السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله أنا أخذ حالات نطق GH. رقم واحد، إذا جاءت GH في وسط الكلمة لا تنطق، زي كلمة رايت يمين أو صحيح، وفايت يحارب أو يتشاجر. رقم اثنين، إذا جاءت GH في أول الكلمة تنطق زي حرف الجيم، زي كلمة غوست شبح. رقم ثلاثة، إذا جاءت GH في آخر الكلمة لها حالتين، الحالة الأولى تكون صامتة زي كلمة ساي يتحصر، وهاي عالي أو مرتفع. الحالة الثانية تنطق زي حرف الاف، زي كلمة إناف كافي، لاف يضحك. شكرا.